Potem trzeba te drewny. الصورة الثانية اللي ميزان الكوز، ميزان الكوز. طبعا حسب السكشن ده بيجي لك من الاستمارات يعني اللي هي لاين الجزء من الاستمارات اللي في السكشن واضحة يعني. فدي المفروض بقى تبقى ايه؟ الجزء اللي هو الاستمارات الرئيية أو ميزان الكوز.
حتى ما تجيلك تقول عليها ميزه من بيتوس. ليه؟ نشوف الميزه باين دارس بداخلي بيسيبها. هو دارس بداخلي بيسيبها. هو يسوق استخفاف بلاد مارسيليف ويز جولدن سيلز. يسوق استخفاف بلاد مارسيليف ويز جولدن سيلز. دارس بداخلي بيسيبها. تحت الميسيليوم ده عباره عن كوليكت تيشو وفي ميوكو سيرس بلان. ما بقول لك ميوكو سيرس بلان سيرس بلان يعني لو بثق على اي واحد من دي ممكن عليك ده ميوكو سيرس بلان. معلش مره ثانيه دكتور يعني هنا بتكسر ده بيقول اسف ده كوليكت تيشو كوريوم وفي ميوكو سيرس بلان. في ميوكو سيرس بلان فلو بثق على اي واحد من دي في ميوكو سيرس بلان سواء لك ده ميوكو عشان يعني تبقى لارج شويه وبيزك بس مش عارف بس مش واضحه الصراحه بالنسبه لك اكتب ان هي ميكرو سيرس بلان. لو عندك اي تتعلم عن اي حاجه جديده اكتب ميكرو سيرس بلان. الام ار بي ميكرو سيرس بلان 12% تقرا ميكرو سيرس بلان 2 شهر 4 مش محتاج ده برضه بس وبعد كده تبقى توصل من زي الجبهي الى الفرنس تبقى سوال البلع توصل الى ايه؟ الاستمك من الجاز تبقى سنه في المفصل ايه؟ ده استراكشر. يعني فانكشن اوف سكريتد سبستانس مش نفس الفكره بس هو الانجاز تحكي عليه نعم؟ الانجاز تحكي عليه الانجاز تتكلم عليه الحين ماشي اتكلم بس مش بس اسمه الحلقه مشكلته هي حاجه صعبه على الاسبوع يعني مثلا انا بشرح لك الحاجه ويعني بركز لك على حاجات تبقى فاهم لها تسال فيها وبتاع تلاقي واحد فيهم ماسك البتاع يقول لك وات ذا فانكشن اوف مش عارف ذا سيجن وات ذا ستراكشر اوف سيجن وات ذا مش عارف ويمسك البتاع بقى يصعبه على نفسه. احنا نخاف من السؤال الصعب. لا مش هيبقى صعب يعني ايه يعني انت متصعبه على نفسك الموضوع لو انت تسال كتير خصوصا كويس هقول لك لو انت تسال كتير ويكتبوا يعني يسال عندهم عارفين كل حاجه ستراكشر فانكشن لازم يكون ستراكشر والفانكشن بتاعها هو ستراكشر فتلاقي كتبت ورقه تلاقي مليانه على الاخر وصعبه على نفسهم يعني الموضوع بسيط. قول ان الميوكس بيشن اللي موجود عندنا ده بيساعد على وجع التراجي والفور الضغط ويحصل لها سؤال توصل ايه توصل جاس وتوصل الفرنكس وتوصل جاس وبعد كده توصل للاستمك والاسيبيتي في الاستمك تاثر بيها عادي. هنا مكتوبه الريشر بتسمعها كتير is adjusted to the position of the body as a result of pulling by the rich excess of blood vessels. The air is defined also by the contractor of this secretion of the gland. The secretion of the gland is decided to know him and grabbing the control of the particles. We have an identification of its work. Now we have to get the relevant P-bar-B in October. طبعا الحرف بتاع السيليا بتساعد على الموفمنت بتاع السكريشن او الويكس هو ازاي ازاي بتاعس يبقى الصوره دي عندنا ميزان الويكس باين ان السيليا او ممكن تتعلم على ده بدرس مرات في السيليا سوق سرعه تكتب اربع سوق سرعه فايت تطلع سيليا السيليا ممكن تكون بيت سيلز ولو جالك على البلاند دي تبقى ايه نيو سيرس ولو جالك على دوت تبقى ايه بس لو جالك الصوره بس من غير اي كلام ولا استولوجيكال فيتشرز السيليا نوع كذا اسبيراتوري نوع كذا ده نيو سيرس بلان ده بدرس الموجودين في كل مش كوريا 200 صفحه يعني الصورة دي في ميزوفالس.
these things. There's a pharynx or pharynx or laryngeal. ممكن نسأل على آخر صورة؟ آخر صورة كيف ممكن تجي؟ اسمعي لي مثلاً هذا إذا عبارة عن صورة سيليم صورة صورة قطعة صورة سيليم صورة سيليم ولو تقول كده تشبه هي أو كده.